كذلك من الحقوق رقم 3 حق الزوجة والأولاد، حق الزوجة والأولاد. جاء في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البخاري، لما كان يصوم النهار ويقوم الليل طوالي بس، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، صم 3 أيام من كل شهر فذاك صيام الدهر. قال: يا رسول الله، إني شاب وإني أطيق أكثر من ذلك. قال له: صم كذا وصم كذا، كل مرة يكتر له ويقول لي: لا أنا شاب داير أكثر من كذا. وقال له: قوم ونام وكذا. ففي النهاية قال: صم يوما وأفطر يوما، ذاك صيام نبي الله داود وهو أفضل الصيام، يعني بعد الفريضة يعني. فإن لربك عليك حقا، ولنفسك وفي ولفظ وبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فزوجاتنا عندهم علينا حق، وأولادنا عندهم علينا حق، بل حقوق، عندهم حقوق علينا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، وفي رواية: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان يعني الأسيرات يا جماعة، ومن ذاق طعم الأسر عرف معنى الحديث وعرف حق الزوجة. الأسير ده بيكون مسجون ما بيقدر يطلع برا، أكله ما علي كيف، نومه ما علي كيف، ممكن يجي يصحوه نص الليل، علاجه ما علي كيف، ممكن يمرض يموت ما يجيبوا له، ممكن يجيبوا له، كل شيء ما علي كيف. كونه يطلع ذاته من المحل ده ما علي كيف، صحيح ولا ما صحيح؟ هكذا المرأة هي أسيرة عندك، أسيرة جبتها وعقدت عليها بشيء شرعي وجبتها البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بهن خيرا فإنهن عوان عندكم. قالوا: معنى استوصوا بهن خيرا أي اقبلوا وصيتي فيهن، فأحسنوا إليهن في كسوتهن. والمعنى ده جاء من الحديث نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن ورزقهن ولباسهن. تحصل لها في الكسوة والرزق والطعام، قال الكسوة هي اللباس، ورزقهن وطعامهن تحصل لها، ما تكون أنت بتضرب في الجداد المشوي وكده وتجيب لها حاجات تانية الكمونية، فلا بد تحصل لها في طعامها وفي رزقها وفي كسوتها. في ناس لؤمة، واحد تلقاه ممكن تلقاه سلفي في الجملة لكن عنده أخطاء زي دي، ما يحصل لأولاد ولا لزوجة، تلقى زول لئيم وزول جلدة بخيل، في ولا ما في؟ في. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله، زول اتق الله سبحانه وتعالى. وربنا بيسألك منا يوم القيامة، ويسألك من أولادك: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. ربنا بيسألك عنه. وحتى لو المرأة نشزت أو خفت أن تنشز عليك وتابت رجعت، ما يحق عليك تاني شنو؟ لا تعاقبها تاني بأي نوع من أنواع العقاب.
ربنا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضاجع ابن عباس قال أن يضجع معها في السرير ويوليها ظهره ولا يكلمها حتى تتوب، يعني يكون في السرير. شكرا ربنا قال واهجروهن وين؟ في المضاجع، ما برا، المضجع ذاته. ولذلك صح الألباني الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحق الزوجة المرأة عليك، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. دي خمس حقوق تطعيمها. أنت بتاكل إلى أين تاكل؟ ما تكون هي جعانة وأنت بتشتري مقاطع الجلاليب والعمم والشالات والسراويل، لابد المرأة تشتري لها، تكسوها إذا شنو يا جماعة؟ اكتسيتها. قال ولا تقبح الوجه، ما تقول لها وشك ده قبيح، ولا تضرب في الوجه برضه، ولا تهجر إلا في البيت. إلا في البيت، هجرتها أنت تكون قاعد جوا البيت، مش هجرتها تمرق تمشي حتة ثانية. والآية قالت في المضاجع كمان، لكن يجوز تهجر برضه في البيت. طيب واضربوهن، والضرب يكون غير شنو يا جماعة؟ غير مبرح، مبرح. ربنا قال في ختام الآية وده الشاهد، قال فإن أطعنكم أي فلا تبغوا عليهن سبيلا، حرام. أطاعتك ما تعاقب العقوبات ولا واحدة من ذيل. ليه؟ إن الله كان عليا كبيرا. ليه ربنا ختم الآيتين الآية دي بقوله تعالى عليا كبيرا؟ الإمام الشيخ السعدي رحمه الله قال لأنه إذا هي تابت ورجعت وإنت برضو درت عاقبة، ربنا ذكرك إنه أعلى منك وأكبر منك وأقوى منك بعاقبك. إن الله كان عليا كبيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والاستيصاء يعني الإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الإحسان إلى المرأة ومن أعظم حقوقها عليك أن تعلمها دين الله سبحانه وتعالى وتحذرها من معاصيه جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا بد أول شيء من حق الزوجة عليك ومن حق أولادك عليك أن تعلمهم الدين. وأهم شيء في الدين العقيدة والتوحيد، تعلمهم عدم الإشراك بالله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وغاية ما في هذه الآيات أو الخلاصة في هذه الآيات أن لقمان الحكيم رضي الله عنه يعلم ولده ابنه، صحيح؟ فكان من حكمة لقمان العظيمة البالغة أنه علم ابنه. معناته الإنسان اللي بيعلم أولاده وزوجته وأبناؤه في البيت وبناته ده عنده حكمة، ده حكيم، لأنه ده ولدك وبيقبل منك أنت أكثر من أي زول. وكذلك الزوجة في الغالب دين على دين زوجة، بالذات لو علمه ما يحمله من المنهج. والمرأة في الغالب منهجها ودينها بيكون زي دين الراجلة في الحق وفي الباطل، بتميل له وبتاخذ منه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم
زواج المسلمة من اليهود والنصارى من الرجال، صحيح؟ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأباح الله عز وجل زواج المرأة اليهودية والنصرانية من الرجل المسلم، أباح العكس، حرم العكس. ليه؟ لأن المرأة دينها على دين زوجها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الرجل المسلم أباح له يتزوج اليهودية والنصرانية، لأنه في الغالب حتسلم تبقى زيه، دينها حيبقى زيه. وحرم الرجل النصراني واليهودي إنه يتزوج من المرأة المسلمة، أنه في الغالب حتبقى زيه، يهودية ونصرانية. فطالما المرأة بتتأثر براجل أكثر يبقى يتعلم الدين، علم المنهج الصحيح، ما تكون جاري برا وتعلم الناس وبرا مشهور وكده وجوا شغلة مقدودة. لا تعلمه الدين. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيتي، وكلكم راع ومسؤول عن رعيتي. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيتي. وسبحان الله، حديث كلكم راع ومسؤول صحيح مسلم، من رواية عبد الله بن عمر، مش كده؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انت عارف عبد الله بن عمر حكى الحديث ده ليه في صحيح مسلم؟ قال راع ابن عمر راعي غنم يريد أن يدخلها في مرعى خبيث وبجانب المرعى مرعى حسن، في مرعى جميل بجاي بفيد الغنم دي. الراعي شايف المرعى ده، قام دخلها في الكعب في الثاني، ما دخلها في الكويس. قال ابن عمر: يا راعي الغنم ويحك، اتق الله، أدخلها في المرعى الحسن، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال: الله بيسألك من الغنم، فإذا كان ربنا بيسأل من الغنم ما يسألك من أولادك وزوجتك كيف علمتهم الدين ولا ما علمتهم الدين. وشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم زوجات أمهات المؤمنين الدين، لحد ما صرنا يرجع إليهن. الصحابة يرجعوا لهم في الفتوى وفي الأحاديث، صحيح ولا ما صحيح؟ حديث البخاري: كان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها ولا ينتظر الدفن ثم يرجع. فقيل له: إن أبا هريرة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم رجع وصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر، والقيراط مثل أحد. ومن تبع جنازة من بيته حتى يصلى عليها وتدفن رجع بقيراطين من الأجر، والقيراط مثل أحد. الأكثر ياتوا اللي بيصلي وشنو؟ وينتظر الدفن يدفن. وابن عمر كان بيصلي بس شنو؟ بيرجع، ما كان بينتظر الدفن. وابن عمر كان في يده بحصاص، يعني بيحركه كده بس. واحيانا الانسان يكون قاعد بيهبش الوطاه ويحرك، ما فيها مشكله، امر مباح يعني. فقال: لقد اكثر علينا ابو هريره، ارسلوا لعائشه. رسل لعائشه، شوف رسل لمن يا جماعه؟ لعائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها. وفي علم ابن عمر أنها تعلم الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده رسل لها. قالت: نعم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمى الحصحاص وقال: لقد فرطنا في قراريطة كثيرة. فالشاهد رسل منه يا جماعة لعائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها ويعلم زوجاته وأبناءه وبناته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. فلازم يكون عندك نصيب تعلم ناس بيتك، لازم، ولو قراءة في الكتب، بالذات كتب العقيدة بالذات، بعد ذاك باقي الشريعة، باقي العبادات، الصلاة، الصيام، غيرها، لكن تبدأ بالعقيدة. ربنا قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. حكمة لقمان
لما بدأ يعلم علم منو؟ الناس البرة ولا الناس البيت؟ لابنه هو يعظه يا بني علم منو؟ ناس البيت ولده أول حاجة، دي الحكمة ذاته. ولما علم ولده علم أول حاجة قبل ما يقول أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، قبل ما يعلم الصلاة أول حاجة علمه شنو فوق؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الحكمة إنك تبدأ ناس بيتك أول حاجة، زي إبراهيم عليه السلام قال لأبوه شنو؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أول شيء بدأ بأبوه ابن كثير، قال بعد ذاك أبوه رفض طلع برا كلم الباقين. فأول شيء وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي تعليمك لهم أول شيء تبدأ بشنو؟ لا تشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله بالعقيدة. ومع إنه بني تصغير، ولا تصغير ابنه كان صغير، وكل مولود يولد على شنو؟ الفطرة، على التوحيد. بعد ذاك يهوداني ومجساني ونصراني، فولد صغير على الفطرة على التوحيد والإسلام الصحيح. بعد ذاك قال لا تشرك بالله. يبقى الموحد لابد يعلم التوحيد، والموحد لابد ينهى عن الشرك، والزول ما مشرك وما وقع في الشرك لابد ويجب إنه نقول له ما تشرك، يجب. فحقهم عليكم إنه تعلمهم الدين، العقيدة، التوحيد، وتناهم عن الشرك. حتى لو ما بتقدر تتكلم لغة عربية، يعني ما شرط تقول للمرأة إنه وأنا وإنا وكذا، لا، أنت إذا ما بتعرف قول تعال يا مرأة اقعد، كيف أنت كويسة هاي؟ حالتك تمام هاي؟ ما تشرك بها الله. الفقيه ما تمشي به، شاف الفقيه ذاك الأهبل ذاك ما تمشي له، مجرم مجرم، وكلمه عديل. وذاك والحجاب شرك، والرياء، الدعاء القبر كفر، بوديك جهنم بتخش ثاني ما بتطلع، كلمه زي ده بس كده، بس زي ده كده الموضوع انتهى. فبسط لها المعلومة، أعلم وأعرف كيف تبسط المعلومة. ودائما الأبناء بيميلوا للقصص، أعلمهم مرات ومرات تديهم قصص فيها شنو يا جماعة؟ فيها العقيدة. أقول لهم تعالوا أحكي لكم قصة لقمان الحكيم. أيوه يا بابا تعال علمنا، أقعد أحكي لنا القصة عليك الله، تحكيها لهم وتقف لهم في محل التوحيد والشرك ده، تقف تمام وبعد ذاك تمشي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأطفال العقيدة، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، صحيح ولا ما صحيح؟ علموا العقيدة لغلام صغير ابن عباس رضي الله عنهما. بعد ذاك علمهم باقي أركان الإسلام، الصلاة صلوها صحيح، صلي قدامه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ركب المنبر، حديث صحيح الألباني، وصلى للصحابة فوق المنبر، قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. بعد ما صلى لهم فوق المنبر ركع وسجد ورفع انتهى، قال لهم إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، أو لتعلموا صلاتي، فوق في المنبر صلى لهم في الخطبة، والصحابة بعين يركع ويسجد ويسبح، يعلمهم تعليم عملي. ويوم من الأيام دعا بتور زي طشت فيه موية، وتوضى قدام النبي صلى الله عليه وسلم، توضى 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 قدامهم بالعمل. وعثمان بن عفان جاء في عهده برضه دعا بتور وتوضى قدامه وقال لهم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، برضه عمل بيان بالعمل. تعلمهم الصلاة بالكلام والبيان بالعمل، تعلمهم الوضوء، تعلمهم الحج، تعلمهم الزكاة، تعلمهم الصيام، أركان الإسلام، أول التوحيد تعلمهم، زوجتك وأبنائك والأمر يمشي. كذلك من حق الزوجة عليك أن تصبر على أذاها وأن تنصحها في معاصيها، تنكر على المعصية تقول هذا حرام اتقي الله وكذا وكذا، لكن تصبر على الأشياء التي جبلت عليها المرأة ولو آذتك، زي الغيرة بتاعت النساء. إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غارت، فالصحن دفقته في الأرض، اتكسر الصحن،
صحيح ولا ما صحيح؟ لما جاء من زوجة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن معه: لقد غارت أمكم فكله. موضوع انتهى. فتعزيرة في الغيرة إلا أن تذهب بها الغيرة إلى أمر منكر أو محرم، هنا تقول لها شنو؟ ده حرام، اتقي الله. اغتابت أحد، تكلمت فيها أحد، هنا بتقول لها ده حرام حتى لو كان بسبب الغيرة. لكن غير كده لو غارت تعزره، طالما ما وقعت في حرام تعزره. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الأثر المروي قال: الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله. مش حيطة، وادي. ممكن الحلتكم دي كلها يكون في بطن وادي جوا تعب. شو الوادي ده كبير كيف؟ أهل مرة لما تغير قال ما بتشوف أعلى الوادي من أسفل، ما بتشوفه ذاته. فأنت تكون فاهم إنه المرأة ما زيك، عندها غيرة، وغيرة شديدة، بالذات إذا أنت كنت زول بتاع تهبش وتجي تقول لا أنا دار أدبل. وفي ناس ذات عندهم تصرفات عجيبة، خلاص يا أخي أنت دار تدبل دبل غادي. أتريد أن تميتها موتات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ داك بيسنن السكينة جنب الخروف، جنب البهيمة، قال: أتريد أن تميتها موتات أو ميتات كثيرة تسنن جنبها وتوريها السكين تلمع وتطبحها؟ لا أطبح أنت، بس أنت تدبل مش تدبل، ما تعمل جوطة وغلبة ساكن وطالع الصباح: والله يا زوجتي شايف شعري ده كويس، أنا دار أدبل والحلة ما نضت أنا حدبل. ما كده، هي ما رجالة. فما تعمل لها زنة، المرأة تجننها في راسها. أفهموا الكلام ده يا جماعة؟ في ناس كتار زي ده، واحد الشيطان يغش يقول لك لا دايرتي تعود. تعود على تعود على الدبل؟ إلا كما مرة، في مرة تتعود على الدبل. الشيخ النجمي قال لها واحدة، وكذلك برضه الشيخ الفوزان سويل نفس السؤال، قال لها واحدة قالت للراجل اللي تتزوج فوقي وودته حق البتاع والعرس وغيره ودار تختار له، قال أين هذه؟ أين هي؟ قال موجودة الآن؟ يعني موجودة في الدنيا مرة زي دي؟ استغربوا العلماء والشيوخ. فأنت أفهم، النساء ديل خلقا من ضلع، من أعوج شيء في الضلع الفوق. يروى إنه الأقصر الأيسر الأعلى أكثر واحد معوج. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال: فإن ذهبت تقيمه، دار تبقي عديل كده، كسرته وكسرها طلاقها. وفي رواية قال: لن تستقيم لك على طريقة. أصل المرض قال لك مستحيل تبقى عديل كده، مستحيل، لأنه الله خلق كده. أنت ما تبقى زول عجيب، دار تبقيها شنو؟ عديل، عديل كده. قال بقى عديل بتكسرها طق، وكسرها شنو يا جماعة؟ طلاقها. والطلاق بدون سبب مكروه. زول ما يبقى يا عمك الدجال ذاك يأصل لهم، قال تأخذ أربعة وتفك أربعة وتجيب أربعة وأربعة في أربعة، ده كله باطل، كله باطل. وهل برضى ببيته؟ أترضاه لابنتك؟ ما يرضاه، ولا يجعر الليل كله، ما يرضاه. ده كلام باطل، معلمه للصعاليك حق إنه واحد يعرس واحدة بالليل الصباح يجيبها يسلمها. في حصل ولا ما حصل؟ حصل كثير، يسوقها بالليل الصباح يجي يسلمها. دي الناس عجيبين يا أخي، والكلام ده ما يرضوا لا لأخواتهم لا لبناتهم، ما يرضوا. والله ممكن يفتح فيك قضية ولا يضرب بسكين لو عملت كده في بيته أو في أخته. لكن ناس مجرمين لعبوا بأعراض المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم طلقت راجعت طلقت راجعت، أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم؟ روى ابن ماجة. سؤال ما يلعب بالطلاق حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعرف طبيعة النساء وطبيعة الأبناء. الأبناء ذي بيكونوا بتاع اللعب ومرات عن شغب، أزول يقدر يسايسهم، وأحيانا يشد عليهم إذا احتاج الأمر للشدة، وأحيانا لو احتاج إلى الضرب يضرب ضرب غير مبرح، سواء كان للأبناء سواء كان للزوجة. لكن إذا احتاج الأمر ما يبقى ديدنك الضرب، ولا يبقى ديدنك إنك تشوف الغلط وتسكت. لا، الأمر الذي يحتاج إلى لين تلين، والذي يحتاج إلى شدة شنو يا جماعة؟ تشد. وتلك هي الحكمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير.